شكرا جزيلا. بلا شك الميليشيا الحوثية يبدو أنها ماضية في عملية استهداف وتدمير الاقتصاد الوطني. الميليشيا الحوثية لا ترى مصالح اليمنيين أولوية بالنسبة لها، هي ترى أن لديها مصالح خاصة وأجندات ومشروع طائفي قائم حتى على الركام، يعني حتى على جثث الملايين من أبناء الشعب اليمني. لا تهتم الميليشيا الحوثية لما يحدث في اليمن، سواء اقتصاديا، انسانيا، سياسيا، ايا كان، هي ماضيه في مشروعها على جثث اليمنيين ايا كان الثمن. ولذلك تعبث بكل الجهود الدوليه، تعبث بالجهود الاقتصاديه، تمارس عمليه ممنهجه لاستهداف الوضع لنهب المساعدات الاغاثيه. الميليشيا الحوثيه ترى ان حاله الفوضى والانقسام والحرب والضعف والشتات هي الظروف الملائمه والمناخ المناسب لان تستمر في اوج قوتها. في حاله وجود هناك دوله وشراكه ودستور وقانون وسلام، الميليشيا الحوثيه لن تكون في اوج قوتها ولن تتوفر لها الظروف المناسبه لتستمر في نهبها للمساعدات او نهبها للايرادات الدوله او تحكمها برقاب اليمنيين، واستخدام ايضا يافطه ما تسميها العدوان او غير ذلك من والحصار وغيرها من المصطلحات التي تروج لها لتركيع ابناء الشعب اليمني ولقمعهم او القمع الرافضي نعم. لمشروع الميليشيا الحوثيه. نعم، تابعنا رد فعل الحكومه يعني الغاضب ازاء تلك العمله المزوره ممثلا ببيان اصدره البنك المركزي في عدن، يعني هل ذلك الموقف هو كل ما لدى الحكومه؟ وما هي الخيارات المتاحة لدى الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التزوير وانتهاكات سيادة العملة الوطنية؟ نعم، أنا في الحكومة الشرعية مواقفها واضحة من خلال تصريحات عدة، أبرزها موقف البنك المركزي الذي قال أن هذه العملة هي عملة مزورة، وهو تأكيد على أنه والعالم يتعامل والبنوك الدولية تتعامل مع الحكومة الشرعية وتعترف برسالتها. يستطيع أيضا البنك المركزي في اعتقادي والجهات الحكومية مخاطبة البنك الدولي والجهات الدولية بما يخص العبث الذي تمارسه الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى منع التعامل مع هذه العملة. يبقى محصورا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، رغم أن الميليشيا الحوثية تقول فقط أن هذه أن ما يحدث هو عملية استبدال وليست عملة جديدة. فأيا كانت كلها تسبب بشلل وتدمير في الاقتصاد الوطني. وأعتقد أيضا أن الخبراء الاقتصاد لديهم من الأفكار ما يمكن، أو ربما الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية لديهم من الأفكار التي والخطوات التي ستتخذ من أجل توضيح موقف الحكومة الشرعية وأيضا تبيان لموقف الميليشيا الحوثية. إضافة إلى ذلك، الميليشيا الحوثية بإصدارها لهذه الفئة المعدنية من العملة تكرس حالة الانقسام وتؤكد على أنها ليست ماضية في أي توجه نحو السلام. نعم. المرحلة الأولى فقط، لا أكمل الفكرة، المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي هي مرحلة إنسانية اقتصادية بدرجة أساسية، كونها تسعى لتوفير رواتب الموظفين وما يتطلبه هذه المرحلة. لإنجاح المرحلة الأولى أن يكون هناك عملة موحدة لجميع البنوك في كل المحافظات اليمنية. ما يحدث من قبل الميليشيا الحوثية يؤكد أنها رافضة لهذا الخيار ورافضة لخيار السلام وتعزز الانقسام، ما يعني أننا نبحث أن من يسعى نحو السلام مع الميليشيا الحوثية هو يبحث عن سراب لا يبحث عن سلام حقيقي يمكن أن يكون شامل وعادل ومستدام. جميل.